الزكاة الحمد لله، وتحدثنا عن شروط إخراج الزكاة، من زكاة العين يعني زكاة الذهب والفضة، وذكرنا أن الذهب يجب أن يبلغ نصابه 85 غرام، وفي يخص الفضة أن 600 غرام، ويخرج منها الأسبوع والعشر، هذه ذكرناها. وذكرنا كذلك أن العملة المتداولة نقود الفلوس التي جعلنا كذلك من ورق المصروفيات كلها نخرج معنا كذلك نفس الشيء. زكاة العين هي 2.5%، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دولارات، يعني تجي ربع عشر. الحلي المستعمل للزينة، هذا هي صفحة 25 الجزء الثاني، نعم عليها إشارة. زكاة الحلي، هذا موضوع النساء والكلام، وهي مسألة خلافية، فما من رأى بأن الحلي فيها زكاة. ونحن قد أشرنا في اختصار المسألة هذه، قلت المرأة لأن الحلي بكثرة ولأنها كمية ضخمة، كما بعض الأخوات في جرة كذا، تلقى عندها كيلو ذهب، كيلو ونص، ما تتزينش بها أخواتكم، لكن حطتها للزمن والظرف، وباش تساعد زوجها في بعض المشاريع. من باب الاحتياط، فهذا أصبح مال مكنوز، فيجب فيه الزكاة، كل عام تقيمه وتخرج منه 24 بالأوراق المالية طبعا نقدا. لكن إذا كان المرأة عندها زبالة وعندها قرض وعندها بعض الأساور البسيطة، يعني ما توصلش حتى 1.5 مليون تقريبا، فهذه لا تخرج على الزكاة، وما هي مطالبة الأمر هذا. قال الشيخ البرياني في الحلي المستعمل للزينة، قال الحلي إذا كان جائز الاستعمال لا تجب زكاته، سواء كان للرجل مثل خاتم الفضة والأسنان والأنف من الذهب أو الفضة، يعني هذه أشياء جائزة، الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب، أما أن يتختم بالفضة فجائز، أو يعمل أسنان الذهب ولا قطعة في جسمه لا بأس. قال أو كانت لامرأة أو كان لامرأة وهو ما تلبسه من حلي الزينة ذهبا أو فضة. ففي الموطأ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، كانت عندها بنات أيتام وكان عندهم حلي ما كانش تخرج عليهم زكاة، هذا دليل في الموطأ. ولأن الزكاة تجب في الأموال النامية، يعني الأموال والفلوس والمكتسبات والممتلكات اللي تستثمر اللي تولد فلوس، أما ذهب راقد ما يجيبش فلوس فهذا لا زكاة فيه. والحلي يراد للبس والزينة، فنقل من النماء إلى القنية بوجه الجالس فلا تجب فيه الزكاة، يعني ما هو شيء للنماء الذهب، هذا يقتني الإنسان مش يتزين به فقط، بدليل أن المال المعد للنماء والتجارة من العروض تجب فيه الزكاة، فإذا غيره المالك إلى القنية مما يقتنى يعني مما يكتسب لم تعد عليه الزكاة. ولا زكاة في حلي المرأة ولو تكسر ما دام تنوي إصلاحه، فإذا تكسر ولم تنوي إصلاحه أو تهشم كلية بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بإعادة سلكه وجب أن تزكيه. وكذلك لا زكاة على المرأة فيما يجوز لها استعماله من الذهب أو الفضة إذا اتخذته للكراء أو الإعارة مثل الأساور أو الخلخال، فإن كان الذهب لرجل اتخذه للكراء أو الإعارة وجب أن يزكيه، خاطر مثلا إيش رجل يستعملها، إنسان عنده فراغ وعنده كذا يستعمل فيها، ثم بعض الإنسان يكرهوا الذهب كما يكرهوا الكراسي، يكرهوا التصدير أو اللبسة، يكرهوا صيانة يلبسوها يتصدر بها في العرس. الزواج، فإذا كان رجل يملك صيغة يكري فيها فيجب خرج عليها زكاة، لأنها تخدم تجيب الفلوس. ما تجب زكاته من الحلي، رجعها للمسألة،
قال تجب زكاة الحلي المحرم مثل ما يتحلى به الرجل من الذهب كالخاتم والسلسلة وكذلك الأواني مثل المباخر والصحون والملاعق والتحف المصنوعة من الذهب أو الفضة سواء كانت لرجل أو المرأة لأن استعمال الأواني أواني الذهب والفضة ممنوعة ثم بعض الناس بقى عنده شوكة ذهب ملعقة ذهب سكينة ذهب خاتم ذهب أواني مباخر يعني تحف فهذا محرم شرعا المسلمون لا يستعملون الأواني من ذهب فهذا صنع أهل الكفر والعياذ بالله فإذا كان عنده الأمر هذا وبلغ النصاب ولكن لازم يخرج عليه الزكاة لأنه ليس استعمال المشروع قال وتجب كذلك زكاة ما يشتريه الرجل أو المرأة ليعطيه لابنته إذا كبرت أو ليجعله صداقا لزوجة ابنه إذا تزوج أو ما يشتريه لنوائب الزمان أيوة كما قلنا المرأة عندها غربان ذهب فيه كيلو نص ما تلبسوش حطته للزمان للظروف أو ما يشتريه لنوائب الزمان إذا احتاج إليه باعه وكل ذلك تجب فيه الزكاة واضح من تفصيل ما رأيناه ملخصا في الحصة الماضية بعد زكاة الحلي وما بين فيها الشيخ الغريري أنه لا يجب فيها الزكاة إذا كانت الاستعمال اليومي أو ما كانت للادخار وللظروف في هذا الزمان فهو يستخرج منها الزكاة ولكن ثم إشارة أخرى مرات يجيني واحد وهنا قال اشترى ذهب خليه ولده مش يعرس مش يعطيه مهر للزوجة مرات يجيني واحد يقول لي عندي 10,000 دينار راني مخليها من الحج راه يعادش بيه للحج يلزمك تخرج منهم الزكاة ولا راني عندي فلوس وخليها في أساس البنك الإسكان راني باش نعمل دار شنو اللي باش يحج يعطوا من الزكاة واللي باش يعمل دار ما عادش يزكي لا مطالب بالزكاة لأنه حق الفقير أنت عندك 10,000 دينار تعدى عليهم عام واثنين وما احتجت لهمش وما نقصوش ما طاحوش تحت النصاب والنصاب طويل حوالي 6,000 دينار 5,000 قماش يعني فيلزم يخرج الإنسان حق الفقير وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم برشا الناس يظن أن الفلوس بتاع الحج ما عادش كاين وجههم إعفاء من الزكاة ما عادش تخرجوا عليها وهذا خطأ تخرجوا الزكاة على كل الأموال اللي مدخرة واللي بلغت النصاب زكاة الأنعام يعني الأنعام هي ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم والغنم فيه نوعين فيه الظأن والنعس قال الأنعام هي الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا سواء كانت محبوسة في البيت تعلف أو كانت سائمة ترعى يعني تاكل على راحة وسواء كانت عاملة في الحرث والفلاحة أو غير عاملة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن الكل يولد بجنونهم يوم القيامة وينطحهم لهم اللي ما حبش يخرج الزكاة عليهم هذه هي الأنعام فتخرج الزكاة ونرى شنو العدد وشنو الشروط السائل يجمع الزكاة الماشية كذلك فيها تفصيل ما عادش تريك ساعيا والسلطة والحكام الآن ما هوش يطبقوا الشريعة الإسلامية مثلا مش صندوق زكاة أصلا وحتى بعض الناس حبوا يتقدموا بمشروع المجلس التأسيسي لإحداث بيت زكاة والإحداث بما يسمى بمؤسسة الأوقاف قامت الدنيا ولم تقعد منهم واحد شي يقول من العلمانيين المنطرفين هذا قال نحن ما عندناش مشكلة قال الفونداسيون هذه الأوقاف موجودة حتى في أمريكا في أوروبا قال نحن مشكلة في المرجعية قال
داره مشكله في المرجعيه الاسلاميه، يعني واضح يحقد عليها الدين. لو كان عملنا يعني اوقاف على الطريقه الفرنسيه والامريكيه ولا الصهيونيه نقبلوها فرع ذات، اما كلمه اوقاف واحباس بالمصطلح الاسلامي لا. فحسب الله ونعم الوكيل، الله المستعان. زكاه الابل، لا زكاه في الابل حتى تبلغ خمسا لما جاء في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقه من الابل، يعني اقل ما يخرجش الزكاه في الابل حتى تبلغ خمسا. فاذا بلغت خمسا وجب اخراج شاة جذع عنها بنظر، يعني مش نخرجوا جمال من خمسه جمال، لا نخرجوا على الوش شاة جذع، يعني بلغه العام واكتمل كما نذبحوه في العيد، يكون استوفى 12 شهرا قمريا. ذكر او انثى يخرج سواء كان كبش او معجل كيف. فاذا زادت على ذلك، زادت على خمسه ابل، فيجب في كل خمسه من الابل شاة حتى تبلغ 24، حتى تبلغ 24. وقد بين حديث انس الاتي ما يجب اخراجه في زكاة الابل وغيرها. في الصحيح ان ابا بكر رضي الله عنه كتب الى انس حين وجهه الى البحرين، كان هناك يعني واليا من شيطان، قال: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، يعني من خمسة إبل حتى نوصل 24 يخرج شاة. إذا زادت، قال: إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. شنو هي بنت مخاض؟ قال: هي ما أكملت سنة ودخلت في الثانية، والمخاض الحمل، أي دخل وقت حمل أمها. هذه بنت مخاض ما أكملت سنة، يوصل عمره عام، من الإبل بالطبع أنثى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، بنت لبون ما أكملت عامين، يعني يوصل إجمال عمره عامين، ودخلت في الثالث، حيث صارت أمها ذات لبن بوضع الحمل لو كانت حملت، يعني 45 ناقة خرج منها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. ما هي الحقة؟ قال: ما أكملت 3 سنين ودخلت في الرابعة، يعني يوصل عمر الناقة هذه 3 سنين تدخل في الرابعة، وسميت طروقة الفحل، طروقة الفحل لأنها بلغت أن يركبها الفحل، يعني وصلت لسن الإنجاب ولا كلام. قال: ففيها حقة طروقة، طروقة الجبل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. شنو هي الجذعة؟ ما أكملت 4 سنين لدي من الإبل، بينما الجذعة من الغنم قد يوصل عام ويدخل في الثانية، هذاك جذعة. أما من الإبل ما أكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتان الجمل، زوز كبار. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة أداية صدقة الإبل شفناها، إذا يلزمها جدول تقسم تشبهها الأرقام هذه، وفي صدقة الغنم في سائمتها، يعني السائمة التي ليست لها مرعى خاص، هذا ترعى بنفسها، يعني شو الوكل فيها صاحبها. قال:
في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 100 إلى 20 و100 شاة. إذا توصل 40 حتى 20 خرجوا شاة واحدة زكاة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاة زوز علاش كافة 120 حتى 200. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني إذا كان عنده أقل من 40 عنوش يخرجش. واضح؟ إذا توصل 40 فما أكثر كل 40 فما أكثر وقتها خرجوا عليها. هذا ترتيب واضح في يخص زكاة الغنم وزكاة الإبل. على كل 5 إبل يخرج عنوش. تبدأ هي بين 25 و35 تكمل على كل 5 يخرج واحد ويزيد معاهم. لا احنا قلنا اذا كان عنده 5 من الابل يخرج علوش. واضح؟ ثم قال حتى ال 24 قال فلا يعطي في 24 من الابل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة اذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. يعني قبل 35 كان يخرج علوش. واضح؟ كي وصلت 35 ففيها بنت مخاض. يولي يخرج من نفس الجنس بتاع الابل. ما عادش يخرج علاش. يخرج من الجنان من الابل. يخرج واحده بنت مخاض كما قلنا مشروحه اللي كملت العام ودخلت في الثاني. واضح؟ فاذا بلغت 36 إلى 45 من الجمال ففيها بنت لبون. يعني مش يخرج من الجمال. شنو هي بنت لبون؟ قال لك كملت العام ودخلت في الثالث. واضح؟ فإذا بلغت 46 إلى 60 من الإبل ففيها حقة. شنو هي الحقة؟ كملت 3 سنين ودخلت في الرابع. واضح؟ إذا بلغت 61 إلى 75 من الإبل من الجمال ففيها جذعة. شنو هي الجذعة اللي خرجها مسكين؟ هي أكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون كما شفناهم بنت زوز. زوز كمل العامين ودخل في الثالث. فإذا بلغت 91 إلى 20 ففيها حقتان. يعني زوز كبار كذلك يخرجها. وهكذا دواليك. شفت؟ يعني الشيخ يعني اللي عنده 24 يخرج 24. اللي عنده 24 شنو؟ 24 من الإبل. 4 هامش. على كل 5 على كل 5 هامش. لا. قبل 24 على كل 5 هامش من 25 35 يخرج بنت لابو. قالت قبل 25 على كل 5 هامش. لا. إذا كان مع عنده أقل من 5 إبل ما يخرجش زكاة. معفي من السنة. ليه؟ من 6 إبل من 5 إبل حتى ال 25، يعني عنده 18 ولا 20 ولا 24، يخرج على كل 5 علوش. شوف هنا قال يعني كي تبلغ 5 يخرج عليه. قال فلا يعطى في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. من كل 5 ماذا؟ من كل 5 من الإبل شاة. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. الشاة على 5 من الإبل إذا كان بلغت 5 في العدد من وقتاش. قال إذا كانوا أقل من 25 حتى 24. نعم حتى 24. إذا كان وصلت 25 ما عادش يخرج علاش. يولي يخرج بنت مخاض اللي هي الناقة العمر بتاعها كما قلنا كمل سنة ودخلت في الثاني. فما عادش يعطي من نوع آخر من جنس آخر الحيوانات بل يعطي ماذا؟ يعطي بناء الإبل. والإبل فيها الدرجات كما قلنا اللي تبدأ بنت عام تدخل في الثاني بعد عامين في الثالث
ثلاثة سنين، في الرابع إلى الجدعة أربع سنين. نحن إن شاء الله نعمل جدول هما تبدا مفصلة في هذا الصور والأشكال تاع الحيوانات باش تبقى واضحة. نصاب الغنم يعني وقتاش الإنسان يخرج الغنم ثم سن معينة وعدد معين يخرج فيه. قال المراد بالغنم ما يشمل الظأن والنعس، يعني العلوش والنعس كذلك اسم الغنم. قال ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة، يعني هي أطول قلب من 40 38 37 وكذا يخرج، أما 40 راس يخرج عليه شاة. شنو هي الجذعة؟ من الظهر اللي كملت عام وقيل أقل، هذا في العيد الأضحية جينا نقول واحد ما بغيش يركبش ولد عام، إذا كان ما بقاش ولد 8 شهور 10 شهور، قالوا حتى 6 شهور كيبدا في آخر سنين كتحطه بجنب ولد العام ما تفرقش بينهما. ده يخرج كبش واحد من 40. طيب جذعة أو ثني ذكر، الثني اللي أكبر يكون عام داخل في الثاني، أو أنثى. ففي كتاب أبي بكر المتقدم إلى أنس وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة من 40 إلى 120 شاة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 شاتان، إذا فاتت 120 خرج نصوص على الش، فإذا زادت على 200 إلى 300. وبالطبع الغنامة والجماعة اللي يربوا على الش يجيكم مرات ب 1000 راس، فترك عندهم الأعداد هذه موجودة يربوها. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، يعني كأنه لك على 100 راس. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة 500 5 600 6. فإذا كانت سائمة الرجل الناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، كان شو يتكرر يعمل حاجة من تطوع منه فلا بأس. قال وتضم المعز المعز إلى الغنم، وتضم المعز إلى الغنم في النصاب مع بعضهم يحسبون خاطر فرد فصيل فرد نوع من كلهم غنم كلهم ظهر علاش نزيدون كذلك المعز. فمن عنده 30 من الظهر وعشرة من المعز فقد بلغ النصاب ووجب عليه إخراج الشاة، ويجب عليه إخراجها من الأكثر منهما. إذا كان الغبية معز يخرج معز، إذا كان الغبية علوش ظأن يخرج علوش. فإن كان أكثر الظأن أخرجها من الظأن، وإن كان أكثر من المعز أخرجها من المعز، على قاعدة الأتباع تعطى حكم متبوعاتها، وقاعدة الأقل يتبع الأكثر. وإن استويا كيف كيف، اختار الساعي أيهما شاء، اللي مبعوث من قبل الحكومة مسؤول على صندوق الزكاة، هو يختار ايش يحب يزرع وش أو معز، ولا تعطى الصغيرة في الزكاة، يتعطاها كان اللي يكمل عام كبير. نصاب البقر، قال لا زكاة في البقر حتى يبلغ 30 راس بقير وخرج عليه، فإذا بلغ 30 ففيه عجل تبيع ذكر أو أنثى، إحنا نخرج من نفس الجنس في البقر كما غرام. سيدي سمعنا سيدي الضأن هو من جنس معز ذكر وعلوش كيفاش؟ الضأن هو من جنس معز أم من جنس الشيء؟ هو علوش. الغنم فيه نوعين، الغنم فيه العلوش اللي يكونوا الظأن وفيه المعز. كي يبداوا الرؤوس مع بعضهم نلموهم على بعض. عنده 10 رؤوس معز و20 و30 علوش، عنده 40 وصل النصاب لازم يخرج زكاة، واضح؟ باهي، نحن عندنا تويكا 30 من البقر ففيه عجل تبيع ذكر أو أنثى يتبعونه بالزاد صغير وهما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، فإذا بلغت 40 يعني البقر 40 ففيها بقرة مسنة كبيرة وهي ما أكملت 3 سنين ودخلت في الرابعة. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، ويضم البقر إلى الجاموس. إحنا
احنا ما عندناش جاموس في تونس، احنا نجده بكثره في مصر وفي اسيا وفي الهند وفي الشرق، موجود الجاموس بكثره. ويضم البقر الى الجاموس، فاذا حصل من الجميع نصاب وجبت فيه الزكاه. واضح. لا يخرج، يخرج واحد. أكيد أن العمارة بتاعها متفاوتة. فليقرب الذبيع أن يقريب يعمل عميل يخرج بها. مش يبقى الذنب بتاعه ولا كان. يعني الإخراج من الوسط في الزكاة. إذا كان في الماشية التي وجبت فيها الزكاة خيار مثل الحوامل وذوات اللبن وفيها المعيبة مثل الهرمة والمريضة والضعيفة، فالواجب إخراج الوسط. إلا أن يتبرع ملكها بالأجود، أو يرى الساعي أن من مصلحة الفقير أخذ النعيمة لكثرة لحمها مثلا، فله أخذها. الساعي مش يهز الزكاة يختار الأناهي اللي تنفع أخوها من غير ما يضر بصاحب الحيوانات وصاحب المواشي. فإذا كانت كلها خيارا، كلها ممتازة، أو كلها معيبة، كلها تعبة، ولم يريد المالك أن يتبرع من نفسه بالأجود، كلف شراء الوسط وإعطائه في الزكاة. يولي يشري واحدة بالسوق وسط ويعطي، لأنه بحمش يعطي ممتازة ومخلي المعيبة، وإعطائه في الزكاة. ولا يجوز للساعي أن يأخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. اللي مأمور من السلطة مش يهز الزكاة ومش يختار المم والحاجة الباهية ويترك الوسط ويترك المعيبة. فلا يأخذ الفحم ولا الحلوبة، يعني قاعة ترفع كذا. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ليعلم أهلها ويأخذ منهم الزكاة، قال له: وتوق كرائم أموالهم. ما تأخذش الحاجة المم، وتوق كرائم أموالهم. وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. يعني ما يخدش الحاجة الخبيثة والضعيفة، وما يخدش كذلك الحاجة الساقطة التعبة اللي هي ما توفيش بحق الزكاة. قال: الوقص. ما هو الوقص؟ قال: الوقص هو ما بين الفريضتين في نصاب الناشية. فمثلا نصاب الغنم 40 تجب فيه شاة، وما زاد على 40 إلى 120 كله وقص لا زكاة فيه. ففي كتاب أبي بكر المتقدم وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة. وهكذا في زكاة الإبل والبقر، ما بين الفريضتين لا زكاة فيه. يعني إنسان عنده مثلا 100 في عوض 120 من الغنم، شنو يعمل؟ يخرج كل شيء واحد، لأنه ما وصلش إلى النصاب. واضح؟ كان شيء يتصدق، هذا يتسمى الوقص، اللي هو منزلة بين منزلتين، ما بين الفريضتين. وهكذا في زكاة الإبل والبقر، ما بين الفريضتين لا زكاة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45. يعني إذا كان العدد ما وصلش للنصاب هذا ما نخرجوش، وهذا من رحمة الله سبحانه، ليس فيه تكليف ومشقة. سيدي، في زكاة الإبل يبدأ من 5 ل 25 هذا باقي 4 ولا 3 يخرج. هذا يتصال وقت يعني يلزمهم يبلغوا النصاب تاع الدرجه الاولى. احنا قلنا 5 يخرج عليهم واحد، وهو طالب حتى يوصل النصاب. لكن سيدي، علاش اللي عنده 100 ما عنده فيها زوز 40 و40 عليه خالص شيء واحد؟ ده معقول؟ احنا ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله اتيكم بجدول يكون ضبط فيه طريقه يعني حسابيه
المسائل هذه مش مستوعبة، لأن المسائل فيها أرقام فهي تستوعب هكذا قراءة ونثرا، إذا ما تكون مجدولة ومضوبة. أنا تمنيت أن الشيخ البلاني صنع كما صنع بقية المشايخ في الكتب الفقهية المعاصرة، أن كلها عبرها تشجير وطريقة الجداول حتى تكون مستوعبة. بإذن الله ضبطها في جدول مستقبل حتى نستوعبها أكثر من الله. حتى إن شاء الله كي يجي يراجع واحد يلقاها بسهولة أمام الأرقام واضحة بدون عمل. هل هناك في كتب أخرى جداول؟ هي الكتب المعاصرة عموما فيها جداول. عادة كتب الفقه الصغيرة كذا تلقاها فيها جداول، هذا ما أعرفه. لكن هذه الكتب الموسوعة هذه مرات يغفلوا المسألة هذه. فإن شاء الله نحاول نجدولها بإذن الله تعالى. هو من أحسن الذين كتبوا في فقه الزكاة هو الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله فيه، عن الكتاب اللي هو أطروحة الدكتوراه التي قدمها إلى الأزهر وهي في مجلدين مطبوعة عنوانها فقه الزكاة، وهي أكبر موسوعة ممكن كتبت في هذا العصر، وفصل فيها القول وتحدث عن مسائل لم يتعرض إليها العلماء السابقون القدامى، وفيها ما شاء الله من الفتاوى المعاصرة والكلام الجديد في النوازل والمستجدات لهذا العصر. إن شاء الله نأتي ببعضه الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. ده هنا ثم عنصر آخر، قال خلطاء الماشي. قال إذا خلط اثنان فأكثر ماشيتهما، يعني جزء الناس عندهم جزء مواشي خلطهما بعض، وكانت كلها من جنس واحد، بقر كلها أو غنم كلها، فإنهم يحسبون في الزكاة كالمالك الواحد، ويترتب على ذلك التخفيف عنهم في مقدار الزكاة. فمثلا ثلاثة خلطاء، واحد له 70 والآخران 40 من الغنم، يجب عليهم عند الاختلاط شاتان من وسط الغنم، ومن أخذت منه الشاتان يرجع على كل واحد من صاحبيه بما ينويه من ثمنهما بنسبة عدد شياهه، وهي نسبة 7:4:4. ولو لم يكونوا خلطاء لوجب على كل واحد منهم شاة في هذا المثال. ففي حديث أبي بكر المتقدم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا اختلطت الشياه فالناس قام يربيهم انعاجوا عليهش مع بعضهم أو بقر مع بعضهم، فعندما يخرجوا الزكاة يخرجوها بالتساوي مع بعضهم، يخرجوها وكأنه مالك واحد وكأنها شياه تحت ملك واحد فقط، فيخرج منها نفس النصاب وكأنها ملك واحد فقط. بقية الشروط إن شاء الله سنراها بإذن الله تعالى بعد ما نصليتهم. أقول ما تسمعوا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. نحاول إن شاء الله نختصر نحن بإذن الله ما استطعنا حتى ندرك بعض المسائل الهامة.
مثلا مسائل الاحوال الشخصيه، احكام العلاقات بين الرجل والمراه، واحكام الاسره، هذه مسائل هامه جدا. نتمنى ان شاء الله ندركوها باذن الله السلام، وان ياخذوا فيها نصيب ونقراها باذن الله تعالى. نحن اتينا طبعا على احكام الصلاه والصيام، وطبعا الصلاه فيها الطهاره، ثم الصيام، ثم الزكاه. الحج لم نتناوله بعد، ما زلنا ان شاء الله الحج لذلك يكتمل يعني العبادات، وان كان الزكاه داخله في المعاملات هي، لكن هي عندها نصوص فيها شقين اثنين، ثم شق عبادي وشق معاملتي. نحاول نختصر ما استطاع باذن الله المباحث هذه اللي هي تكاد تكون معروفه اساسا. فنحاول ندخل ان شاء الله في مسائل اخرى على قد ما يفشل الموسم هذا، وتكون اخذت فكره على الاحوال الشخصيه، على احكام العلاقات بتاع الاسره باذن الله تعالى. واضح؟ فنحاول نتجاوز بعض المباحث اللي هي ممكن الانسان ياخذها بطريقه اخرى ان شاء الله. اهم شيء في مباحث الزكاه ان نتعلم ما هي الاشياء التي يجب اخراج فريضه الزكاه منها، وما هي الانصبه، وما هي شروط المزكي في هذا الامر. واضح؟ نتناول ناخذ فكره ان شاء الله عن زكاه الحرف، صفحه 32 باذن الله تعالى. قال الشيخ الغرياني بارك الله فيه: تقدم ان الزكاه تجب في 20 نوعا من الحبوب، يعني ثم انواع معينه من الحبوب، وهي ما لا يفسد بالادخار لانها قوت او مصبحه للقوت، لكن لو اقتات الناس شيئا من الحبوب او الثمار او غيرها مما يصلح للادخار لوجبت فيه الزكاه. وهذه الانواع هي القمح والشعير والسبت والذرة والدخن. قال هو المعروف بالبشنة في الهامش، يعني انواع من الحبوب موجوده، والعلس والأرز والقطانية، كما نقول نحن القطانية هذه كمسطورة، وهي الحمص والعرس والفول والترمس واللوبيا والجلبانة والمسيلة. قال والتمر والزبيب وذوات الزيوت، وهي أربع: الزيتون والسمسم، نقول نحن جنجنان، والقطن، وحب الفجل الأحمر، وحب الفجل الأحمر. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات، ولا في الحنبة والعسل والجوز واللوز. هذا في المذهب المالكي. لو تقرأوا مثلا كتاب الشيخ القرضاوي فقه الزكاة، يرى بأن الزكاة مفروضة في كل هذه الأشياء، وذلك وما أقل لقوله تعالى: وما أخرجنا لكم من الأرض. كل ما أخرجته الأرض على طريقة الحنفية فتجب فيه الزكاة. الآن ثم ناس مثلا الخضروات اللي نحن نحتقرها، وفي المذهب المالكي أن تجب الزكاة في الخضروات. ثم ناس تصدر الخضروات، تصدر في الطماطم والفلفل، حتى العروس يصدروا فيه، وعندهم مليارات الدولارات اللي يجنيهم من وراء هذه الثمار. فاذا كان عافينا اصحاب رؤوس الاموال واصحاب الشركات الضخمه من الزكاه، فسيحرم الفقير وسيحرم المجتمع المسلم من ريع ومن ثمار هذه المؤسسات. فالمراه عند الشيخ محمد ابراهيم، هذا الذي حققت له كتاب الخطب المنبريه الموجود على الصفحه بتاعي تجدونه، طبع السنه الفارطه. الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كان امام جمعه في جامع الفتح، وعاد سنوات يعني عسيره في شويه من عهد بورقيبه وشويه من عهد بن علي، وكان رجلا مناضلا ورجلا بطلا والحمد لله. فالخطب بتاعه رائعه جدا، لم يكن رغم انه من كبار علماء الملكيه، ولكن لم يكن متعصبا، فهو يميل في هذا وذكرت ذلك في المقدمه انا دلاله على رحابة صدره وفصحة نظره في الفقه وعدم تعصبه. يرى بأن مذهب الحنفية هو الأرحم والأنفع لفقراء الأمة الإسلامية. كل ما أخرجته الأرض من الاستثمارات إذا بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. نحن الآن الناس ناويك في عصرنا هذا يستثمروا حشاكم في الضفادع. نعرف ناس عندها حقول بتاع الضفادع تربي جيران وتصدر فيها المروبة بالمليارات.
لازم تجري في كل شيء حتى الجرائم اللي تجي تجري فيه. يعني اي واحد عنده تجاره مربحه بشيء في شيء مباح يجب ان تخرج من تمويل الزكاه. الشيخ القرضاوي يقول بان الاطباء الزكاه بتاعها ما تكونش سنويه، لازمها تكون شهريه، ويعطي طريقه يعني جميله مستنبطه في الفقه كيف انه يجب اخراج الزكاه بالنسبه للاطباء المسرين اللي يصوروا. تعرفوا الطبيب يصور في النهار 1000 دينار مرات، فما ناس يعني العياده بتاعهم 50 دينار 20 مريض في النهار، قداش تطلع؟ مليون. فما ناس يدخلوا مليون في النهار، كيفاش هذا يدخل مليون؟ يعني مليون ضربوها في 10 ايام 10 دقايق ونقولوا 20 يوم يخدمها، يعني شهريته ب 20,000 دينار. فكيفاش هذا يخرج الزكاه؟ استنى حتى العام كامل فقير جيعان يستنى فيه. فيتحدث الشيخ خضر بارك الله فيه على بعض الاستثناءات، كيف انه بعض الفصائل في المجتمع المسلم يخرجوا زكاتهم مش سنويا بل شهريا باقساط معينه حتى تبلغ النصاب الحمد لله. يعني الرجل يملك النصاب في شهر، يعني احنا عطونا نصاب 6 ملايين، هو يصور 20 مليون في الشهر واكثر، وكيفهم ناس اخرين ما شاء الله تبارك الله عندهم تجاره واسعه. فالمذهب المالكي لا يرى الزكاه كما قال الشيخ الغرياني في الخضروات والفواكه. شو الفواكه؟ فاكهه اللوز توا البندق والبفريق الكيلو بتاع اللوز توا 20 دينار، البندق شفته في النهار يعني ترجع 70-80 البندق 50 دينار الكيلو. يعني واحد يشوفه هكا بعينه ويشم شمال ويرجع الحبه ما يستاهلش. فكيفاش الانسان يتاجر عنده ما شاء الله سواري وعنده اراضي ويصدر ويقول له لا يا عبد الملكي؟ الله اكبر، هاي اليسر. فعلى المذهب الحنفي كل ما اخرجته الارض الا وفيه زكاه. قالوا لا في الحلبه والعسل والجوز واللوز، قال مالك في الموطا وذلك هو الذي سمعته من اهل العلم. صحيح ام الحق في القرن الثاني 179 مئات هجريه، لكن الان تطورت التجاره شيء رهيب. ويدل له ما رواه الدارقطني بسنده الى مسلم طلحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يؤخذ من الخضروات صدقه. طبيعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالناس عندها شويه معدنوس شويه سرق حاجات بسيطه، كيفاش باش يجيب لهم معهم صدقه وزكاه؟ فظروفهم متعبه، لكن الان اصبحت التجاره عالميه في هذا الامر. يعني كان نهار مشيت نشري ربطه معدنوس من عند خضار على الكياس قال لي 500 فرنك. قلت له العيد بزاف، نعرف انه في العيد تولي 500 دينار. ربط المعدوس 500 ما شاء الله، هذه ثروه. وقال ابن عبد البر استفاض في اهل العلم انه لم ياتي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ولا من التابعين بالمدينه انه اخذ الصدقه من الخضر والبقول. وقال مالك كتب عمر بن عبد العزيز لابي بكر بن حزم وهو بمنى ان لا ياخذ من العسل ولا من الخيل صدقه. لان الخيل تباع، الحصان يتباع ب 200,000 دولار، يعني حوالي 300 مليون تونسي. الجمل اللي يتباع في الجزيره العربيه يوصل مرات ب 300 مليون جمل، لانه جمل من نوع ممتاز ويشاركوا في السباق وكذا وكذا، شيء رهيب. فكيفاش ياخذ صدقه من هؤلاء الذين يتاجرون في الخيول وفي الجمال؟ قال نصاب زكاه الحرث. قال لا تجب الزكاة في الثمار والحبوب إلا إذا بلغت 5 أوسق، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. قال والأوسق جمع وسق وهو 60 صاعا. شرح الشيخ الغرياني في الهامش قال الصاع 4 أمداد بمقدار زكاة الفطر. ومد النبي صلى الله عليه وسلم الانسان كي يفطر في رمضان يخرج اطعام مسكين، قداش اطعام مسكين؟ مد من الطعام بكفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيو 4 امداد، احنا نخرج زكاه الفطر بتاع رمضان 4 امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، 4 امداد جيسوس كيلو ونص تقريبا، 4 امداد اللي هي الصاع، الصاع في 4 امداد. قال الصاع 4 امداد مقدار زكاه الفطر، ووزن الصاع من القمح 2 كيلو يعني كيلوين و250 غرام، 2 كيلو و250، 2 كيلو و4، فيكون وزن 5 أوسق،
ضربوا 60 في الخمسة. قال تأتي 675 كيلو غرام، وهو وزن النصاب من القمح، يعني عنده 675 كيلو من القمح فقد بلغ النصاب. والنصاب من الثمار والحبوب بالكيل هو 40 كيلة بالكيلة المتعارف عليها في بلادنا، نفس طرابلس الغرب التي تعرف بالمرطة، عنده نصاب هناك كيلو به. اللي عنده 675 كيلو غرام من الحبوب يخرج عليه زكاة، واللي عنده أقل يخرج يوزنها بشكارة تأتي في هذا الميزان وفي هذا الحجم. قال والأوسق جمع وسق وهو 60 صاعا، وتحسب الخمسة أوسق من الحب منقى من تبنه ومن قشره الأعلى إن كان له قشرتان مثل الفول، أما القشر الأسفل الملاصق الحبة فلا يطرح. وتقدر الخمسة أوسق من التمر والعنب مما شأنه الجفاف جافا، فإذا كان تمر النخل خمسة أوسق وهو أخضر، وإذا يبس نقص عن ذلك فلا تجب فيه الزكاة. يعني تفصيلات هذه في يخص المقدار بتاع الحبوب، وكذلك زيت الزيتون وغيره من الحبوب. ما يعد صنفا واحد من الحبوب وما لا يعد. قال وتضم بعض الانواع الى بعضها، بحيث لو حصل من مجموعها بعد ضمها نصاب وجب ان يزكى، حتى لو كان من كل نوع على حدته لا يكون نصابا. فالقمح والشعير والسلت تعد كلها صنفا واحدا، ثلاث انواع متشابهه شبه بعضها. والقطاني السبع كلها صنف واحد اللي شفناها، القطاني اللي هي الحصول على السلف وترك السلوك الجمال ومسير على ذلك نوع واحد، وكذلك انواع الزبيب. اما الذره والدخن والبرص، الذره نحن نقول مصدوره والبرص والعرس فهي اصناف لا يضم بعضها الى بعض، وكذلك ذوات السيوط الاربع كل واحد منها صنف مستقل لا تجب فيه الزكاه الا اذا بلغ نصابا ولا يضم لغيره لتكميل النصاب. الانواع التي تضم الى بعضها عند ضمها يخرج من كل نوع ما ينوبه من الزكاه، ويجوز اخراج النوع الاعلى بدلا عن الادنى، ولا يجوز العكس حفاظا على حق الفقراء. وتضم الانواع المتقدمه التي حكمها الضم الى بعضه لتكميل النصاب، سواء زرعت في بلد واحد او في بلدان مختلفه، ما دام البلد واحد بشرطين: ان يتم زرع احد المحصولين قبل حصاد الاخر، وان يبقى حب الزرع الاول الى حصاد الثاني. فان اكل المالك الزرع الاول قبل حصاد الثاني فلا تجب عليه ضم الاول الى الثاني، بل ان بلغ الاول نصاب زكاه والا فلا. يعني اذا كان وصول كلاب للزرع اللي هو مخبيه يستنى في الثاني فظن انه محتاج وفقير فلا تجب عليه زكاه. هذه تفصيلات اخرى في يخص عمليه جمع الزكاه، الاجره على التمر والاهداء منه، المقدار الواجب اخراج من الحبوب والثمار. هنا نجيب المقدار وهو اهم شيء وهو العشور، اذا كان تسقى بماء السماء، واذا كان تسقى بماء الاله ويستعمل قطره قطره وبتاع ثم بيوت مكيفه وكذا يولي نصف العشور. قال المقدار الواجب من الزكاه في الثمار والحبوب نصف العشور فيما كان يسقى بالاله والجهد من الزروع والاشجار، وما كان منها يسقى بالمطر او النهر او بعليان فيجب فيه اخراج العشور. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشور، وما سقي بالمضح نصف العشور، يعني اللي فيه تعب والات وماكينات واستئجار وكذا وكذا فنصف العشور، واذا كان تسقى بماء السماء هكذا من عند ربي فهذا العشور. احنا عندنا يقول لك يبني خرج القمح واتوا حقه يوم حصاده، يقدروا يحصلوا يعرفوا في الشكاير الشكاره الكيس العاشر يخرجوا زكاه، يقول لك هذاك هو العشور، عنده مقياس الشكاره هذيك هي ميزان، فيوصل 10 شكاير بلغ النصاب يخرج الشكاره العاشره الفقراء. وما كان منها يسقى بالاله، يعني فيه تكلفه ماليه ومصاريف، وما كان يسقى بالاله طاره وبالمطر الاخرى، مرات المطر ما تجيش يعرفوا شويه ماء
اصطناعي ويستعمل آلات وفرما مصنعه تسقى بماء السماء. قال يسقى بالآلة طارة وبالمطر أخرى وتساويا، فليخرج المزكي نصف زكاته على أساس العشور ونصف زكاته على أساس نصف العشور. خرج نص بالعشور نص نصف العشور. وإن تفاوت السقي كان للأقل حكم الأكثر جريا على قاعدة أن الأتباع تعطي حكم متبوعاتها، وقيل يؤخذ من كل سقي بحسابه. تفصيل بالنسبة للفلاح قداش صرف قداش تعب، ويخرج على مقدار الأتعاب اللي فيها. وقداش تجب الزكاة؟ ويتعلق الوجوب في الثمر والحب بنضجه وجريان الحلاوة فيه، يعني ولا يؤكل طاب، ويجب الإخراج عند القطف والحصاد لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، على قراءة نافع حصاده بكسر الحاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، أي عند قطع النخل. ولما كانت زكاة التمر تجب بنضجه، فإن التمر إذا بيع بعد النضج فإن زكاته على البائع، على الرغم من أن المشتري هو الذي قام بجنيه، إلا إذا اشترطها البائع على المشتري. وكذلك لو مات صاحب التمر بعد نضجه فيجب على الورثة إخراج الزكاة منه إذا بلغ 5 أوسق، وكأنه لا يزال على ملك الميت، بخلاف لو مات المالك قبل نضج التمر فإنه لا يزكي إلا إذا حصل لكل واحد من الورثة مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة. يعني إذا كان مات الميت ما عادش تجب الزكاة قبل النضج، فتتوزع التركة على الورثة. إذا كان وارث الورثة بلغ النصاب يخرج الزكاة، وإذا كان مبلغش النصاب لا تجب فيه الزكاة. تفصيلات أخرى في خص مع الحبوب وكيفاش تخرج منها الزكاة وتجفف وأنواع هذه كلها طيبة. زكاة أموال التجارة ما يسمى بزكاة عروض التجارة، هذه مهمة. صفحة 39 إن شاء الله نضربوها الفرصة القادمة بإذن الله تعالى. ما هذه التسمية؟ نشوفوا. قالت السائلة ظروف الجمعية ولم علمت من الأخت المعتنية حسابات الظروف الجمعية. أي أرجو أن تتحرك. والله ربي سهل، نسأل الله أن يفرج. ربي جعلنا مخرج. الحالة متعبة في البلاد كلها. في رمضان في صلاة الوتر اليد والإيمان بعد الرفع من الركوع يجوز رفع اليدين في الدعاء. نعم، العرب قنوط في رمضان، الإمام يرفع يديه والمؤمنين يرفع يديهم كذلك. خلاف الدعاء قنوط الصبح يكون سرا من غير رفع اليدين. هل يجوز الحديث مع الميت؟ وهل الميت يسمع ما يقال؟ لا، ندعو إلى الميت. أما أنه يسمع هو ولا لا، هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. أحاديث كثيرة تثبت أن الميت يسمع أصوات الناس بعد ما يدفنوه ويلحدوه، ولكن هذه مسألة غيبية لا نجزم فيها بشيء. يذكر الميت بعد ما يدفنه يجوز التلقين، يقول له اذكر آخر عام كتب الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولد فيها بعض الحديث وجوزها بعض الله، لا بأس. ما هو مش يجي كل جمعة يقعد يحكي له راني تعبت وراني صار لي وراني كذا. ميت ما يسمعش حقيقة، يشكي ربي واحد يتفرج عليه. أما الميت ما ينفعش. إذا مات المؤذن انقطع عمله، هل يجوز إعطاء الفؤاد الربوي للأموال الموجودة في البريد الجمعية؟ جوز العلماء إعطاء الأموال المشبوهة وصرفها في المشاريع الخيرية، يجوز. إذا حلف شخص اليمين على ألا يفعل أمرا ما وهو جائز غير محرم، حلف شخص اليمين على أن يفعل أمرا وهو جائز ثم فعله، فماذا يفعل؟ يفعل كفارة يمين فيطعم 10 مساكين وإلا يصوم 3 أيام. حكم المسح على جوانب الصوفية، يعني الصوفية تبع الطريقة الصوفية تقصد من اللي بس الصوف يعني.
إذا كان الجوارب ساترة في محل الغسل أو محل الغسل فوق الكعبين ويجي الغم فيجوز المسح عليها، يتوضأ يغسل ساقيه يمسحها ويلبس الصبح ويقعد يمسح يوم كامل خمس صلوات. هل العقل الشرعي جائز في أيامنا هذا؟ والله بسبب العقل الشرعي حكينا عليها في رمضان، لذلك فيكم اختار من العقل الشرعي. ما عادش عقل شرعي طبعا إلا ما يتم كتيبة الصداق وتوثيقه مدني. رأيت خبرة البيوت بالعقل الشرعي. عندنا أكثر من 700 حالة إشهار في صفوف الأخوات بسبب العقل الشرعي، يعني مصيبة جينات علينا اللي تسيم بتاع الأخيات. وتو ولوا يتحايلوا. أبوها خايف منه ما يعطيهاش، أبوها ما يصليش كيف التكي ويمشي خوها تحت الحيط، هي تعطيني أختك نعطيك. بيع وشرى ويهزها ويمشي ويخليها حبلة ويهرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما تتساهلوش. عقد شرعي عندنا توقيع في العقد بتاعنا خطوبة، ما ينبني عليه شيء. لا يجوز باش يختلي بها، ولا يجوز باش يمسها، ولا يعمل أي شيء، واضح؟ عقد شرعي لا يكتمل كان بالعقد البدني، كان بالتوثيق. يكتب صداقه وبعدها براسه، يعمل يهرب. العقد الشرعي خطوبة ما عنده حتى لا يبيح الاستمتاع ولا الخطوة بالمرأة. هل يمكن تأويل المنع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة في الخضروات على اعتبار أن البيئة الحجازية جافة؟ نعم نعم. وقليل فيها نعم. ممكن ممكن. مشترى قال الزكاة تخرج الأرض. الذي كان له مال ثم اشترى سيارة تصبح من القيم. لا لا. تو نرى في عروض التجارة أن الزكاة لا تجب في الجرار وفي آلة الميزان. السيارة اللي نخدم عليها لا تجب الزكاة في الأشياء التي تستثمر. أنا عندي حانوت فيه ملابس وكذا نبيع ونشتري، يلزمني نقيمها كل عام ونخرج منها فلوس خاطر نستثمر فيها. ما حكم عامل في البنك ومهندس عالمية والحالة أن الملك تعمل بريبة؟ يا رب يتوب عليه ويتوب عليه الأخير وكاو إلى وجه أخرى والعياذ بالله. ونمشي في بنك الزيتون على الأقل في توفيق المشايخ أرحم شوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.